سيد حرز الله هو أستاذ جامعي خريجي جامعة عنابة، جاء زاول الدراسة في الجامعة وكنت أستاذ فيها. نعم. انتقلت للخارج ككل جزائريين، وقمت اختصاص في ميدان التكنولوجيا والإعلام والاتصال، خاصة في الإعلام الآلي، ودخلت للجزائر سنة 88 وين باشرت في العمل. نعم. وقمنا بإنشاء شركة إيباد سنة 91. نعم، يعني بعد إنشاء يعني مؤسسة إيباثاش، يعني هو المجال تاعها يعني خدمات. والله شوف، هي كانت فكرة في البداية أنه كأستاذ جامعي وك يعني باحث، كانت فكرة هو كيف نستعمل تكنولوجيا الإعلام والاتصال في إيصال المعرفة. نعم، عن بعد. عن بعد. وهذه الفكرة حطيناها ميدانيا سنة 91 بإنشاء أول مركز في مدينة عنابة، وكان حول كيف إيصال هذه المعرفة بطريقة يعني سهلة آنذاك. طورنا هذه الفكرة سنة 92 93 مع يعني افيك دي بارتنير اترونجي، وين حطينا أرضية التعليم عن بعد عن طريق المحاضرات السمعيه المرئيه، يعني كون ابلي على ليبوك دي فيزيو كونفيرونس. دونك سنه 93 قمنا باول بث يعني اول فيزيو كونفيرونس اون ديريكسيون دونك دي جون يونيفرسيتير مي من باريس ومن مونريال من كندا، وين كاين كفاءه جزائريه متواجده هي. هو كيف نستغل هذه التكنولوجيا، كيف نضعها تحت تصرف التعليم. إذن كنا نحضر دروس وكنا نبحث دائما عن طريقة استعمال وكيفية إيصال هذه المعرفة. كانت في البداية ثلاث مهندسين ثم خمسة مهندسين أربعة أساتذة، وبدأت الشركة تكبر. وسنة 95 قمنا بأول تكوين عن بعد اختصاص في الإعلام الآلي واختصاص في تيليكومينيكاسيون، كان ديستيني للشركات. نعم. كان الوقت هذا كانت الجزائر في وضع شوية الوضع كان ما يسمحش أنه تنقل للخارج، وكان تنقل يعني حتى يعني الميسيونير جيو من باش يعطيهم محاضرات كانت فيه شوية صعوبات، ولكن احنا كنا بادرنا في هذه وبدينا في أول اختصاص مع مؤسسة فرنسية ومؤسسة كندية، وكوننا دي ماستر في سنة لكل المهندسين شركات جزائرية مثل سوناغاز سوناتراك، وكانت يعني خبرة جيدة لأنه أعطت الفرصة لهذا المهندسين باش يحتكوا يعني بخبرات معاهد أخرى أجنبية. نعم، الآن يعني من بين المشاريع اللي جابتهم يعني شركة أيباك هو مشروع أصيلة بوكس، هل ممكن أن تحدثنا هذا المشروع؟ وليش هذا المشروع ما مشاش في الجزائر؟ والله هو قبل كل شيء أصيلة بوكس وصل في النهاية يعني في سنة 2005 و2006. قبل هذا كانت الشركة بادرت في مشاريع مهمة جدا، هي مثلا مشروع المدرسة الرقمية ليكول نيميريك، كانت في باشرت في أرضية تربيتك اللي هو التعليم عن بعد. نعم. كنا نعطي فرصة لكل اللي يحضروا شهادة البكالوريا أن يدخلوا على هذه الأرضية ويحضروا عن طريق الأنترنت. نعم. مواقع كانوا يحضروا الدروس تاعهم، وكانت عرفت يعني عرفت زيارات يعني كبيرة. نعم. جدا كان أكسي امبورتون ا سيت بلاتفورم، ولكن في كنا كل سنتين الاستراتيجية تاعنا كانت أنه نطور المحتوى تدريجيا يعني تدريجياً. كنا انتقلنا من التعليم الكلاسيكي، التعليم عن بعد كلاسيكي، إلى التعليم عن طريق الفيديو كونفيرنس. من بعد انتقلنا إلى التعليم بواسطة الانترنت ذات السرعة التدفق يعني العالي. ومن بعد قلنا لماذا لم نطور أرضية متعددة الخدمات،
أرضية عائلية، متعة الخدمات، ممكن أنك تشاهد تلفزيون، ممكن أنك كل شيء كل شيء عبر التلفزيون، لأنه جهاز تلفزيون متواجد في كل المناطق منزل. الجزائرية وفي كل المنازل الجزائرية. قلنا لماذا نستعمل هذا التلفزيون ك يعني كوم رولي اوسي. دونك خدينا هذا الاصيله بوكس اللي كانت تنافس انذاك الدول المتقدمه اللي بما يعرف تريبل بلاي في فرنسا. كان فيه الانطلاقه تاعو كانت 2002 2003، كان يتزامن مع الانطلاقه المشروع تاعنا في سنه 2004. يعني كنا يعني تقريبا في نفس الوقت ولكن هذا منتوج جزائري 100% تركب في الجزائر في المعمل وصنع ببرنامج جزائري، كل كان جزائري. وعرف يعني دخول كبير في السوق، ولكن بعض المشاكل خلتنا انكم تقروا سوى الافلاس او امر الشركه. كانت عرفت بعض المشاكل سنه 2008 2009. كانت شركه يعني مهمه وكانت تشتغل بكل يعني كنا حوالي 465 عامل في هذه الشركه، من بينهم 70% كانوا مهندسين وخريجي الجامعات الجزائريه من على كل مستوى. كنا متواجدين في 42 ولايه. جميل. على مستوى القطر الوطني ما كانش فيه مشاكل مع الاداره او مع السلطات المحليه او شيء. كنا نساهم في بناء الاقتصاد الجزائري اللي وكنا نساهم في اعطاء ودخول واستعمال هذه التكنولوجيا في البيوت الجزائرية. ولكن بعد 2009 كان في قرار انه خفض الانترنت ب 50%. الادي اسال احنا ما وافقناش هذه القرار، بالرغم ان مشينا في هذا القرار ومشينا مع الوزير انذاك انه قرر انه يخفض 50% من الادي اسال لقيام بتحفيز باش نكون الادي اسال في كل البيوت الجزائريه. ولكن هذا السوق، ولكن احنا الشركه لازم تكون عندها مداخيل، ما تكونش كان في خلاف. الخلاف هذا مع اتصالات الجزائر انها ما طبقتش هذا الخفض هذا 50% وخلقت بعض المشاكل اللي خلتنا ندخل في مرحله اخرى. ولكن الشركه كان في اختيار انه نغلق هذه الشركه، يعني مون ديبو لي بيلون، دونك لو ديبو دو بيلون، ولا نواصل التطوير ونواصل هذه الخبره اللي دارت من سنه 1991. يعني نغلقها بكلام؟ لا، احنا واصلنا وقلنا نكمل المشوار. ومن 465 عامل نزلنا الى 20 عامل مهندسين. يعني وطورتوا يعني هذا وهذا ال 25 حوالي 20 واليوم رانا اكثر. حاولنا انه نكمل التطوير هذا وما نخليهش يروح يعني في حالك. دونك كملنا هذا التطوير الاسيلا بوكس وانتقلنا الى ما يعرف اسيلا بوكس موبيليتي اللي هو هذا مفتاح صغير جدا اللي فيه كل الخدمات، يرتكز على ارضيه متعدده الخدمات اللي هي نفسها ولكن احسن، فيها كل شيء. بارابور اسيلا بوكس الوقت هذاك انه كانت تتطلب انه ربط خط الادي اس ال وتلفزيون عادي اس دي الكونيكتيك. لا، هنا يعني سيت اون كلي اتش دي ام اي صغيره توضع مباشره وراء التلفزيون تلفاز، وبطريقه يعني ريموت كنترول بالتيليكوموند هذه اللي هو كلافي يعني ميني بي سي افيك ان كلافي. ممكن انك تغير التلفزيون يصبح تلفزيون ملتي ميديا، يعني يصبح تلفزيون سمارت تي في، يعني يصبح فيه انترنت، يصبح فيه كل ما هو المواقع اللي تحبها، وزياده حتى القنوات يعني المشفره، كل شيء عندك فيه دخول. ولكن هذا نعتبره كميني بي سي، سي ان اورديناتور، لانه فيه طاقه كبيره 2 جيجا ميجا ميموار، فيه ديسك دور، فيه كل شيء، ينطلق على الواي فاي. يعني هذا ممكن انك تحطه في البيت وبدون يعني الحجم تاع البوكس. وهذا
افيك لي كونيكتيك تاع لي كابل هذاك تنحيهم، وهذا يعتمد على خط الواي فاي انترنت هذه يسال تاع اتصالات الجزائر او 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 الكات جي او 3 جي يشتغل مباشره. يعني هذا مو هذا مش ممكن موجود في هذا الجزائر يعني موجود في الخارج. انا يعني الفكره انه طورنا هذا الانتقال من هذا الى هذا طلب لنا 4 5 سنوات من التطوير والجهود جهودات باش نخلي انه شركه ايباد تساهم مباشره، ولكن طورناه وللاسف طورناه في الخارج لانه كان يتطلب على المهندسين انهم يكون عندهم تدفق عالي في الانترنت المخابر المخبر يعني لابوراتوار باش يعني نقوموا بالتجارب كلها، ولكن درناه في بلد مجاور يعني معليش اون بريلوفي لو ديفي. اليوم راه متواجد هذا في الخارج وارضيه متعدد الخدمات اللي شي ناكد عليه انه هذا المنتوج هو منتوج بك يعني منتوج جزائري، كفاءات جزائريه يعني مهندسين جزائريين. اليوم المهندسين اللي راهم موجودين يعني يستفادوا منه الاجانب ما يستفادوش منهم الجزائري؟ لا والله يستفادوا من الاجانب لانه كان عندهم سرعه تدفق عالي، ونحن حابين نجربوه في الخارج باش يكون خاصه هذا المنتوج كان ديستيني على كوميونيتي الجيريان مغربين que ce soit des Algériens ou des Tunisiens ou des Marocains avec avec ce produit là يكونوا يعني يواصلوا toujours في قطار الاتصال يواصلوا مع العائلة الجزائرية في الاتصال، يكون عندهم قنوات عربية، يكون عندهم برامج عربية، يكون عندهم برامج تعليم عن بعد باللغة العربية لي زونفون تاعهم اللي راهم متواجدين في كندا ومتواجدين في فرنسا وفي كل الدول. ما يخفاكش انه في اكثر من 9 ملايين 9 ملايين خارج الوطن الجزائري راهم متواجدين في الخارج، وهذا احنا خديناه بعين الاعتبار وقلنا لماذا ما نكونش احنا اون طونك اوبيراتور دو سيرفيس اي دو كونتوني بور سيت كوميونيتي لا. دونك لا كوميونيتي اليوم راهي متواجده ولكن مش غير الجزائريين، حتى من تونيزيا حتى من ماروكا راح يكون اوبيراتور ريجيونال مغربان بان عرب ناسيونال. دونك رفعنا هذا الديفي تشالنج. اليوم عندنا في الارضيه تاعنا جزائريين تونسيين مغربيين حتى اوروبيين يستعملوا هذا الجهاز. يعني جميل جدا، نتمنى انه نشوفوه في الجزائر يعني ان شاء الله يا ربي عن قريب. ان شاء الله راح يفيد ان شاء الله عن قريب في بعض المشاورات، وان شاء الله خاصه بقدوم الوزيره الجديده اللي هي مختصه في هذا في هذا الميدان. نتمنى لها ان شاء الله انها يعني تكون ميدانيا معنا ان شاء الله، ونتعاون باش نحط هذه الافكار. لانه الكفاءات الجزائريه موجوده في كل، ولازم نستغلوها الكفاءات الجزائريه ان يستغلوها، هي موجوده في الجزائر موجودين في كل الجامعات خريجي الجامعات، ولكن لازم يكون في احتكاك مع الشركات. لكن لازم يكون فيه يعني تطبيق ميداني اليوم نتكلم مثلا على الكفاءات الموجوده في الخارج خارج الوطن الجزائريين المقيمين في كندا. راح نتكلموا يعني فيما يخص الكفاءه سي حرز، اذا سمحت فقط يعني باش المشاهد الجزائري باش يفهم يعني مشكلة ايباد في الجزائر، حبينا نعرفوا واش هي الاسباب اللي ادت لغلق يعني شركه ايباد في الجزائر. هل هو مشكل مادي؟ يعني بعض قريت يعني شفت بعض يعني المواقع تكلمت انه عندكم ديون يعني وصلت 450 مليار يعني ما خلصتوهاش اتصالات الجزائر، وهذا امر عادي يعني اكيد. والله شوف هذا البريس بوك يعني فيه حوالي 70 مقال يعني في كل الصحف من سنة 2009 وإحنا مع هاد المشاكل. عرفت البداية تاعها كانت مشاكل اللي هي قبل كل شيء الشركة ما غلقتش يعني اون با ديبوزي لو بيلون، ما غلقتش الشركة، واصلنا التطوير، ولكن من 465 عامل هذه مفهومة. الآن نتكلم فقط فيما يخص الديون. يعني الشركة كانت عادية، كانت تخلص كل فواتير تاعها شهريا من سنة 1999 2001 2 3 إلى غاية 2008. ماذا حصل؟ 2008 2009 كان في قرار خفض الإنترنت ب 50% الـ ADSL. ثانيا كان فيه مشكل حول القيمة يعني لـ TVA. لا تي في كانت في القانون المالي سنة 2001
يقول أنه الانترنت هو 7%. لما أن زبون يجي لشركة إيباد أو أي متعامل، القانون المالية في الفاتورة أنه نحسب 7% من الانترنت، يعني 7% طول التفيئة. ولكن نشريه ب 17% الانترنت ونبيعه ب 7%، فيه نقص، فيه 10% خسارة. دونك لو بريكونت هذا اللي راهو مع الإدارة اللي تثبت فيه المتعامل هو الجيلي تيليكوم، اللي شكون راح يعوض هذه الخسارة 10%؟ اليوم البريكونت أصبح ان بريكونت امبورطون. البريكونت هذا، العجز هذا 10%، قلنا احنا للمتعامل قلنا له يفكوا ريغلو بروبليم على باز، يعني نحلوه. نعم. نحلوه بحوار. كيفاش يعني انا نبيع ب 7% ونشري ب 17%؟ في عجز مالي، هذا اولا. ثانيا، قرار الوزير انذاك انه يخفض بالانترنت 50%، هذا قرار جميل، اوكي، ولكن من راح يعوض هذا ال 50% من الخساره؟ كان فيه المتعاملين، كنا احنا في حوالي 70 متعامل. نعم. ايزي اس بي 70، شركه ايباد شركه كبيره، كاين شركات اخرى، كاين دي سي اس بي، وكان في شركه اللي تابعه اتصالات الجزائريه اللي هي جواب وغلقت في نفس السنه. يعني السؤال، لماذا غلقت في نفس السنه؟ لانه ما قدرتش تتحمل ال 50% من هذا الخفض تاع الانترنت، وما كانش تتحمل ال 7% نتاع التي في اي. اذا شركه خاصه وشركه عموميه، لماذا انسحبوا جواب؟ يعني نعم، رجعت للشركة الأم، وشركة إيباد شركة خاصة، شكون راح يعوض هذا الخسائر؟ إذا نحن طالبنا، قلنا أوكي خلاص ندفع بال 50%، نحاول نحل المشكلة تاع التي في ونخدم، يعني ونسيدو ترافايي أونسومبل إي دو ريغلي سو بروبليم لا. ولكن ما فيش، كانش فيه رد. رد هو أنه تمشي للعدالة. مشينا للعدالة، فيه الحمد لله العداله الجزائريه قامت، الخبراء هادو جاوا للشركه، شركه الاتصالات الجزائريه وشركه ايباد، ودام هذا الكونفليكت وقت طويل. ولكن الوقت طويل شكون راح يعوض الشركه؟ نعم، شركه ايباد شكون راح يعوضها؟ وعلاش ما خليناش الشركه انها تكمل الشغل تاعها والعداله تخدم خدمتها، ولما نقص الارقام النهائيه الشركه تخلص، ما فيش مشكل. مش حل ديون يعني اللي عندكم هاي تصاديات. شوف، هو الخبراء الوقت هذا كنا احنا نقولوا باللي راهي القيمه راهي 1.9، يعني 190 مليار. كانت اتصال الجزائر تقول لا مش 190، 400. يا اخي مين جاك هذا الشيفر؟ مين جاك هذا الشيفر؟ فواتير خياليه، دي فاكتور سي با بوسيبل. لما نجيك ونقول لك اعطيني هذا المونطون ولا نقطع لك، انت عندك تليفون في الدار. نعم. يقول لك تخلص ومن بعد تتكلم. اوكي نخلص اللي عندي، بصح نخلص حاجه اللي مانيش قادر نخلصها؟ مستحيل. بالفعل سي با بوسيبل. سي حرزلة، بكل صراحه احنا نعرفوك يعني بكل صراحه، اسكو تظن انه يعني عرقلت، ويعني عرقلت يعني شركه ايباد هو مقصود، ولكن ما نقولوا بالعاميه مخدومه من اشخاص؟ والله شوف، دخلت في كل مره، انا يعني نرجع انه انا انسان ايجابي. نعم. اوكي، انا الجزائر قبل كل شيء. نعم. لكن الان الاراده السلطات المحليه والسلطات على مستوى الوطن، في اراده انها تفتح هذا المجال وتخلي تكنولوجيا الاعلام والاتصال في كل البيوت الجزائريه. نعم. دونك المشكل هو مشكل تجاري، مشكل هذا مشكل تجاري. إذن هذا مشكل تجاري، بتاتر كي يافي دي جون كي سون داريير اللي يرتكزوا على الغيره والحسد والبغض اشاك فوا كون اون بارل دو سا. قال هذه الشركه خدات مجال كبير، والشركه بدات تكبر. يا اخي هذه شركه جزائريه وتخدم الجزائر بكفاءات جزائريه 100% جزائريه. هذه شركه اللي ساهمت في البناء، في بناء المجتمع المعلوماتي، في بناء المجتمع المعرفة. إذا كان فيه مشكل تجاري نحلوه، المشكل التجاري نحلوه بطريقة سبية، بطريقة حوار. وهذا كل مرة أنه توصلنا في وقت ما قلنا أوكي هذه الشركة خذ، ما فيش مشكل. يفو با كاسي سيت انتربريز،
نعطيوها لكم هكا حتى مشكل. نعم احنا جزائريين نتفاهم، ولكن نعمل امبارغو على هذه الشركه وما نخليهاش انها تطور، وندفعها انها تروح للخارج باش تطور المحتوى تاعها وتطور، هذا حرام. يعني احنا كجزائريين نخليو الاجنبي يشتغل والجزائري ما يشتغلش، هذا هو الواحد. ولكن احنا الإدارة إدارة اتصالات الجزائر كنا في اتصال مباشر معهم. نعم. لحد الآن يعني فيه يعني ندرسوا في القضية باش نعاود كيفاش نحط حل يرضي الجميع. نعم. احنا الشركة هذه الشركة عندها اختيار، يا ديبو دو بيلون واحد ما كان واحد ما يقدر يرضي الجميع خسارة، ولا قال اوكي خلاص احنا نتفاهموا كيفاش نحل المشكل بالتراضي. بالتراضي نحل المشكل بعد ما انه في قرار عداله، في قرار العداله الجزائريه، في قرار انه يرك القرار هذا. واش يقول هذا الشيفر اللي كانت ايباد تتكلم عليهم سيدي الشيفر ريال، وهذا 400 ما كانش، هذا قرار عداله جزائريه نهائي اللي مالوريزمون خدا الوقت طويل. نعم طويل. سي حرز الله شكون حب يكسر يعني فهمنا تكلم يعني والله شوف انا ما نقدر نكسر شركه ايباد. انا شوف الشركه انا ما نقدرش نوجه اتهام مباشر. نعم. ولكن الحاجه اللي راهي مهمه والحاجه اللي راهي نعرفها انه سمعه شركه ايباد على مستوى كل المستوى يعني في كل اداره بصفه عامه. نعم. والسلطات ايجابي. لكن لو تعطيني دقيقة. نعم باختصار نشرح لك انتقال انتقال تكنولوجية استراتيجية التكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجزائر من لغاية 1999 إلى 2008 راح تعرف. نعم. يعني شركة إيباد مش مهمة يعني بالنسبة لهذه الاستراتيجية لأنها فيها طرف فقط. 1999 كان فيه إرادة. نعم. إرادة أنها تفتح على كل المستويات، تفتح تكنولوجيا الإعلام والاتصال، تفتح الإنترنت. نعم. كل هذا في 1999 وصلنا أنه في 2003 المكلفين بالقطاع يعني كوزير ورئيس مدير عام اتصالات الجزائر وكل الأطراف أنه نضع استراتيجية لإي ألجيري 2013. وش هي هذه الاستراتيجية باختصار؟ الاستراتيجية هو أنه كيف الجزائر راح تتطور على مدة 10 سنوات، برنامج 10 سنوات. نعم. كنا أنا ذاك 2003 نشوف الجزائر في 2013 تنافس الدول القوية بالكفاءات هذه الجزائرية. طيب 2003 حطينا الاستراتيجية هذه في 13 محور، تطوير الأرضية الانفراستركتور دو تيليكومينيكاسيون، تطوير المحتوى كل المستويات، يعني خبراء وضعوا كل ما جهدهم به هذه الاستراتيجية تحط. وبالفعل إرادة السلطات، إرادة على أعلى مستوى أنها لازم تكون الجزائر في الريادة. 2003 2004 2005 2006 إيباد كان طرف. نعم. احنا تو لي زي اس بي تو لي زوبيراتور وكل شاركنا في هذه الاستراتيجيه، كل واحد عطى النظره تاعو، عطى النظره تاعو، كل واحد عطى المجهود تاعو ميدانيا. يعني في هذه النقطه يعني لو نشوفوا في هذه التواريخ، لو نشوفوا في هذه النقطه فقط مثلا نشوفوا ان الجزائر كانت تحت ربما مراتب مليحه يعني في كنا اول دوله عربيه. نعم رجع للصحف. نعم. كنا اول دوله عربيه، كانت مصر ورانا يعني. نعم. كنا اول دوله افريقيه، اول دوله عربيه تحت الريال، كنا كلاسي 88 بلاس دون لو كلاسمون مونديال دي تكنولوجي دي لافورماسيون 180 2005 2006 دونك tout le monde travaillait tout le monde était يعني كسر كل يعني 2008 2009 في كان فيه تغيير، هذا تغيير افراد يعني تغيير وزراء مدراء ومدراء اكسترا. واش حصل؟ لاباري سي تاريتي، حبس كل شيء، دخلنا في مشاكل، في تفاهات، لي زي اس بي راحوا، كل شيء. الوغ كو اون 2003 كنا لا اي الجيري 2013 كنا نشوفوا فهم
مواقع الانترنت كلها ايبرجيه لكسريور على نعم ترونجي يا با داتا سنتر ريان ا ايتي ديفلوبي دو 2009 دو 2010 نعم جوسكا ميتنو. علاش السؤال؟ لماذا؟ ما هو المشكل؟ بالرغم انه في اراده نعم اراده السلطات انها تدفع بهذا القطاع الى الرياده. اصبحنا اليوم مصنفين عالميا 137 136 اصبحنا في الاخر. نعم سي حرزله، هذا شيء يؤسف. بالفعل يؤسف، واراده ربما وحدها لا تكفي. سي حرزله، سي حرزله راح نكملوا يعني النقاش تاعنا، نقاش شيق فيما يخص يعني قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال. مشاهدي ومتتابعي قناه نهار الثاني من حصه الضيف والاقتصاد، وضيفي في هذا الاستوديو السيد حرزله نوار، الرئيس المدير العام لشركه التعليم والتكوين عن بعد ايباد. تكلمنا فيما يخص يعني وضعيه شركه ايباد والاسباب اللي ادت الى غلقها او عرقلتها ان صح التعبير حسب تصريحاتك. الان تكلموا على نقطه، هنا في الجزائر لو نشوفوا رجال اعمال ولا اصحاب المؤسسات لما يتم عرقله مشاريعهم يقرروا انهم يغلقوا الشركه ويعلنوا الافلاس ويهربوا للخارج ويستقروا في الخارج، وعلاش يعني حرز الله ما دارش نفس الشيء؟ لا، لان اولا قبل كل شيء انا جزائري و ما نقدرش هذا حل سهل. نعم. انه نغلق الشركه ونخلي كل شيء ونروح. لا، انا ما نوافقش هذا الحل، ولكن من طبيعتي اني عمل يعني رجل ميداني. نعم. يعني لما تكون النوايا تاعك والنيه تاعك، ولما تكون انك استراتيجيه الشركه سيو دي باس سوليد، يعني الاساس تاعك الشركه 24 سنه شركه بكل يعني في ميدان مختص وكميدان تكنولوجيا التعليم والاتصال، مش من السهل انه نغلق الشركه ونروح. ولكن حطينا ان استراتيجي اون بلاس، قال اوكي خلاص الموضوع خليه في العداله، الموضوع نقص نغلق الماكسيموم يعني لي سيت اللي كانوا مفتوحين، وهذا نتاسف لغلق هذه الفروع اللي كانت متواجده على حتى في تمراست، حتى في بشار، في على مستوى القطر الوطني. هذه الجريمه الاقتصاديه ان صح التعبير، غلق هذه الفروع كان مش من السهل، ونتاسف لانه احنا كانت كشركه كعائله كبيره جدا، كنا يعني كل شهرين ثلاثه كنا اون كونفوك تو الموند اون انفيت لي ترافايور اوتور دون غروند ريونيون باش نوضح استراتيجيه الشركه، كان فيه تعامل عائلي. اذا هذا الحل ما كانش يرضينا، ولكن نقصنا من نقصته يعني من شارج كل شيء هذا. نعم. باش نواصل التطوير، لان كان فيه دي بريوريتي، يعني كان هدف شركه هو هدف تطوير يعني من خلال الخارج. يعني اليوم اصبح يعني واحد يعني اسهل منه، اسهل انه يستثمر في الخارج بدل يعني من الجزائر، هذه حقيقه مره نوعا ما. لا والله، شوف الاستثمار في الخارج هو الانفيرونمون. نعم. الانفيرونمون سيتادير الانفيرونمون، احنا في الميدان تاعنا انا ما كنتش يعني نستثمر في الخارج، لا احنا انتقلنا للخارج باش نوفر المحيط تاع التطوير، لانه دون ان لابوراتوار لازم لك دي سيرفور، لازم لك دي ماشين كونيكتي، دونك لازم لك دي سيستام، ولازم مهندسين يشتغلوا في 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 جو هذا الانفيرونمون يكون فريمون دو تكنولوجي. احنا لي صال تاعنا يعني اللي راه موجودين في المركز ما كانش فيهم الانترنت، كيفاش نشتغل؟ بالفعل الان يعني لو نشوفوا فقط حاليا في الجزائر هناك يعني 3 شركات فقط خاصه تشتغل في هذا الميدان، كاين شركه اس ان سي، شركه على ما اظن ايكوسنات، وشركه انورنات. نعم. يعني 3 فقط يعني قرروا انه مازال يعني مازالهم في السوق، وعلاش هادو مازالهم وشركه ايباد غلقت؟ هما شوف هاد ما كانوا 75 نعم وقاومنا 3 للاسف غلقوا، لانه كل واحد الوضعيات الوضعيات الثلاثه لي تروز اوبيراتور اللي راهم ينشطوا كانت فيهم البيزنس بلان تاعهم يختلف على البيزنس بلان تاع الشركه تاعنا. البيزنس بلان تاعهم كان يخدموا مع شركات شركات جزائريه وشركات اجنبيه، اذا حتى هما كانوا يعانيوا في مشاكل كبيره، يعانيوا في مشاكل لانه لازم نضع
مقاييس التنافس يعني لي ريغل دو لا كونكورونس اوجوردي يفو لي يفو لي يفو لي ميتر اون بلاس. حتى هما راهم يعانيو يعني ما كانش من السهل، ولكن مؤخرا سمعت ومؤخرا كنت تكلمت مع 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 لي زوبيراتور راهو نفس نفس المشاكل ونفس اللي عرفناها احنا في سنه 2009 يعني ما تغير ولا شيء نفس. نعم الان يعني بكل صراحه واش هو اهم يعني قرار اتخذته وندمت عليه يعني؟ هو القرار اللي ندمت عليه نقولوا بس يعني كل المشاهدين هو انه كي استثمرت في الانترنت. نعم لانه انا كانت الشركه كنا نبحث على طريقه طريقه الايصال المعرفه. نعم جو سوي اون ايطالي في اكسيدونتالمون وديفلوبمون ديال الانترنت، ولكن عملته بالنسبه باش يدعم لا فولغاريزاسيون دو الانترنت للجزائريين، لان خديت هذا القرار لما وزير انا ذاك سنه 2003 في ان غران سالون سالون تيليكوم وجهنا الكلام مباشره انا وبعض المتعاملين، قالنا لماذا انتم راكم متعاملين وراكم دي زوبيراتور علاش ما ديروش الاي دي اس في الجزائر؟ يعني سؤال كان شوية محرج. خدينا بعين الاعتبار هذا الكلام ورحنا فان سيت انفستيسمون لا الاي دي اس ال، ولكن احنا الهدف تاعنا كنا نعمل هذا الانفستيسمون تاع الاي دي اس ال باش نهيئ الوضعية تاع الارضية للتعليم عن بعد، بور يعني اتوليزي لو او دي بي كوم سوبور. نعم سوبور بور ترانسبورتي هاد لا كون لو سافوار ترانسميتر سو سافوار لا à des milliers d'abonnés. Donc, حنا كانت الوضعية تاعنا آنذاك كنا كان opérateur de service de contenu pédagogique. Donc, ouais. c'est ça notre métier. Mais accidentellement, رحنا في ميدان وأصبحنا نحط في الألياف البصرية وأجهزة وإكسترا. هذا أظن أنه هذا هو الغلطة اللي ارتكبتها. نعم الآن يعني بعد ما تكلمنا على يعني شركة آيباد وأهم المشاكل يعني اللي تعرضتها يعني في هذا في ميدان الاستثمار، الآن تكلموا بصفة عامة حول قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. هذا القطاع يعني الحيوي اللي يعتبر يعني هو العمود الفقري لتطوير أي اقتصاد في الجزائر. حاليا في الجزائر في العشر الأواخر يعني الأخيرة تشوفوا هذا القطاع يعني ضعيف جدا، يعني من هو المسؤول؟ والله شوف نزيد نعاود نرجع أنه الإرادة موجودة. نعم الإرادة على أعلى مستوى موجودة، الإرادة حتى يعني في الحكومة ولا حتى في يعني كلها الإرادة موجودة، ولكن في السنوات الأخيرة هذه وضحت لك أنه كنا نشوف الجزائر. نعم 2003 كنا نشوف الجزائر في 2013 عشر سنوات كنا ننافس تقريبا راح ننافس تقريبا دول أوروبية. وضعنا استراتيجية وبدينا فيها استراتيجية وكان يعني العام والخاص. نعم تكلمنا فيما يخص استراتيجية سي حرز الله، بغيت نعرف برك من هو المسؤول حول الوضعية اللي قال عليها يعني قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال؟ هل هو الوزير؟ هل هي السلطة؟ هل أنتم المتعاملين؟ شكون؟ والله شوف من نخليك تراجع الـ 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 يعني كل ما جرى من سنة 2009 و10 إلى حد الآن يعني نعم. إلى غاية 2014 2013 راح تكون تشوف المرحلة وراح تستنتج يعني يعني الشعب الجزائري ماذا به يعرف يعني الاسباب بما انك انت عشت تلك الفتره وانت اهل الاختصاص. انا 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 كنت انا كنت 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 ندافع على الشركه وكنت وكنا نطور في المنتوجات تاعنا باش نرجع للسوق، ولكن للاسف اليوم للاسف انه هذه المرحله من 2008 2009 الى 2013 كانت مرحله صعبه، وكانت يعني تراجع لما كانت الجزائر تراجع للوراء اختفاء كل زي اس بي، يعني فيه مشاكل كبيره صارت من 2008 2009 2013. على كل هذا شكون هو المسؤول؟ زي ما جاوبت والله شوف ما نقدرش نحدد مسؤول او اثنين. اللي شي اللي نعرفه انه الانترنت اتصالات الجزائر حاليا راهي عندها ضغوطات وراهي تطور في الالياف البصري وتطور في الانترنت ذات السرعه العائيه لا دي اس ال الحمد لله، يعني في اراده وفي نشاط كبير راهو يصرى في اتصالات الجزائر حاليا بما لاحظت انا الانسان يعني نقول لك واش راهي يصرى، ولكن رانا
رانا نديرو اونيكمون في الانفراستركتور. بالفعل اوجوردي المشكل راهو في تطوير المحتوى، تصنيع المعلومه، هذا الجانب راهو مهمل جدا. تطوير المحتوى لازم تكون عنده استراتيجيه محكمه، هذا تصنيع المعلومه، كيفاش نكون اليوم نقدر ننتج ومام حتى يعني نصدر هذا المحتوى المحلي. اليوم الجاليه الجزائريه محتاجه لمحتوى محلي جزائري. اليوم رانا مستهلكين، اوني دي سامبل دو كونسوماتور، راه كاين في 6 او 7 ملايين منخرطين في فيسبوك. لماذا ما فيش مواقع جزائريه؟ بوكو اون با اون بلاتفورم دي بيرجمون دي سيت ويب هنا؟ هذا سؤال. يعني كل المواقع راهي في الخارج، علاش كل المواقع راهي موجوده في الخارج؟ هذا شيء يؤسف. كاين مثلا لي داتا سنتر اليوم، هذا المجال باش نعمل لي برجمو دي سيت ويب يفو دي داتا سنتر. وعلاش لماذا لا ما نحطش وما نحطش استراتيجيات لي 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 بور انستالي سي داتا سنتر او نيفو دو سود؟ الجزائر كاينه الطاقه الشمسيه، كاين كل الكفاءات الجزائريه، لماذا؟ هذه الاسئله اللي راهي تطرح، اللي حنا جاوبنا عليها في سنه 2003 و 2004 وحطينا دي فوي دو روت، كل واحد كانت عنده مهمه. يعني الحلول كيفاش راك تشوف يعني الحلول؟ انت ماشي الحلول اللي اقترح اليوم الحمد لله بقدوم هذه الوزيره، يعني اللي هي باحثه وكانت باحثه وهي مختصه في هذا وجامعيه، ممكن في خير ان شاء الله اللي راح تعاود ترجع هذه الاستراتيجيه 2003 و4 وتجمع الجميع باش كل الهدف هو نرجع المكانه الطبيعيه للجزائر. يعني حاولت لازم تعلموا انه الجزائر في السبعينات كانت في الرياضه، كانت هي اللي وضعت استراتيجيه الاعلام الالي سنه 70 72 73، كانت فيه كان اليبوك فيها سكرتاريا ديتا دو انفورماتيك اللي كانت ما تعرف يعني دول اوروبيه ودول اجنبيه ما كانتش تسمع بهذا الشيء. تصور اذا رجوع الجزائر الى مكانتها الطبيعيه هذا مهم جدا، بغض النظر على ايباد لازم المشكل انه نحلوه كل انصومبل. علاش بقطاع ننهض بهذا القطاع؟ لان هذا القطاع يمس التربيه الوطنيه، يمس كل مستوى كل القطاعات. نعم سي حرز الله، بما انك تكلمت على نقطه وما تكلمت على دور يعني الوزاره والاولويات يعني الوزير، الان لما نشوف التصريحات نشوف انه هناك مشاريع كثيره يعني من طرف الوزاره المعنيه من خلال اتصالات الجزائر، اعاده الالياف البصريه غير ذلك. تظن انه اتصالات الجزائر وحدها قادره انها تطور مثل هذا القطاع في جزائر يعني كبيره وشاسعه؟ هذا هو سؤال. علاش تكلمت على ضغوطات؟ لان الضغوطات على اتصالات الجزائر باش تقوم بهذا الشيء كله. وعلاش ما حبوش الجيري تيليكوم دو جوي لو رول دو لوبيراتور دي زوبيراتور، هذا شيء مفروغ منه، اي ليسي لا بلاس او زي اس بي دو ديفلوبي لي سيرفيس، نخليو هاد لي زي اس بي يقوموا بدورهم دو ديفلوبمون دو كونتوني دي سيرفيس اوتور د الجيري تيليكوم. هذه مفروغ منها. يعني اليوم الضغوطات كله على اتصالات الجزائر، سي نورمال. نعم. ما يقدرش لانه عنده لوبليغاسيون دانفراستركتور، عنده لوبليغاسيون دي سيكوريزي لي سيت، عنده كل شيء. هذا لماذا ما نفتحش لكل الممولين لخدمات الانترنت ال 75 ولا 90 اي اس بي، نجمعهم كل واحد عنده اون فيد روت، ونطور المحتوى، تصنيع المعلومه، الامن المعلوماتي، هذا كل شيء ساكا ورشه كبيره، سي تان ايمونس شونتيي. اوجوردي ان شاء الله مع قدوم هذا الوزير لازم نتحاور. يعني حاولتوا الاتصال بها باش تلاقوها مثلا؟ هي شو قضيه وقت، قضيه وقت، لان ما عندهاش 3 شهور 4 شهور مني تنصبت كوزيره، لازم تكون عندها درايه على كل يعني القطاع، قطاع كبير وقطاع البريد وقطاع الاتصالات الجزائر، كل هذا لازم لها وقت. ولكن نتفاعل الخير ان شاء الله، فعل خير ان شاء الله، لانه فيه تجاوب، فيه قبول الفكره، فيه انه حتى اللي راهم يعني المانجمنت دالجيري تيليكوم حاليا الكوادر اللي موجوده يعني متفاهمين انه هذه الضغوطات لازم لها انفتاح، لازم لها انفتاح، لانه اي شركه صغيره، نعطيك مثال، اللي بور ديفلوبي ان سيت ويب، بور ديفلوبي ان بلاتفورم، ايبرجي ان بلاتفورم، يفو ديو دي بي هذه الشركه، لما تروح تدي 100 ميجا بيت وما يقدرش انه يخلص 160 مليون في الشهر،
يروح مثلا لتونس نعم يخلص مليون تونسية، يعني مليون ونص تونسية، يعني 12 مليون سنتيم، هو عنده 100 ميجا بيت. لماذا؟ سؤال مطروح. لازم يكون في تحفيزات لإنشاء مناصب شغل وإعطاء هذا يعني هذا ورفع التحدي باش نخلي لو ديفلوبمون دي بوتيت سوسيتي دي بي ام بي ام صغار باش يكونوا يستعملوا تكنولوجيا الاعلام والاتصال ويكون فيه، لانه اليوم نستعملوا انترنت استعمال سيء. اليوم رانا نشوفوا كو دي فيديو نستعملوا كمستهلكين، ما نستعملوهش للبحث، ما نستعملوهش للتعليم. يعني ما زلنا يعني متاخرين، لازم لك حصص تحسيسيه، لازم لك دورات تحسيسيه، لازم ملتقيات. احنا مثلا في شركه ايباد نتذكر سنه 2006 2007 قمنا بحوالي 12 محاضره في السنه. نعم يعني سي جميل جدا. الان نبقاو في هذا القطاع، يعني نظرا لهذه المشاكل الكثيره اللي راهي يعاني منها يعني متعاملين الخواص يعني في قطاع تكنولوجيا الاعلام والاتصال، قررت مؤخرا يعني انشاء جمعيه يعني باش تدافع يعني على هذه المؤسسات. ممكن نعرفوا هذه الجمعيه واش هو دورها ام هي اسم فقط؟ هو شوف الجمعيه هذه هي تواصل بالنسبه للجمعيات الاخرى، ولكن نعم. الجمعيه هذه جمعيه المتعاملين يعني ليزوبيراتور الترناتيف. هذه الجمعيه راح تدافع على هذا القطاع وراح تشارك في هذا القطاع، لازم تدافع على حقوقها. الشركه هذه لازم تكون، لازم يعني انها سلطه الضبط نعم تتجاوب مع هذه الجمعيه وتسمع هذه ليدوليونس، تسمع المشاكل تاع هذه المتعاملين. هذا الانشاء الجمعيه انشاء يعني جمعيه ايجابي باش نخلي السلطات ونخلي القطاع ونخلي المكلفين بالقطاع ونخلي سلطه الدم تسمع ما هي المشاكل. احنا حابين نطور الجزائر، مش حابين باش نربح نو. احنا لو بيزنس بلان لو غان كوميرسيال هذاك سي ابري. احنا في اولا كيفاش نطور تكنولوجيا الاعلام والاتصال ونستخدمها يعني استعمال يعني محكم. اليوم للاسف مستهلكين، اوني دي سامبل كونسوماتور دي تكنولوجي اون كونسوم. اول شيء موقع، ادخل على موقع الفيسبوك، ادخل على موقع يوتيوب، ادخل وين المحتوى وراه. نعم الان بما بعيدا عن المحتوى، هناك نقطه كذلك مهمه كذلك فيما يخص خدمات الانترنت، بما انه خدمات الانترنت الان اصبحت ضروريه، يعني تكلموا فيما يخص الاسعار. يعني حضرت يعني نهار قمت يعني بانشاء هذه الجمعيه تكلمتوا على الاسعار اللي هي اسعار خياليه. احنا نعرفوا انكم انتم بالشو الانترنت لازم تعودوا الجزول عند اتصالات الجزائر، ممكن يعني توضح لنا اكثر هذه الاسعار شحال راهي الاسعار؟ إيه للاسف هذا المشكل سنه 2009، هذا هو المشكل اللي مازال. نعم. اللي هو انه يعني اتصالات الجزائر طبق الاسعار هذه بالنسبه للممولين. نعم. بالنسبه للاوبيراتور باسكو اوني اوبليجي دو باسي بار جي تيليكوم، يعني مرتفعه جدا، ما تخليكش انك تطور المشاريع تاعك. نعم. احنا تقربنا من اتصالات الجزائر باش نشوف كيفاش نلقاو حل على ستار دي زوبيراتور اللي راهم موجودين في الخارج، مثلا في 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 اسبانيا، مثلا في ايطاليا، في فرنسا. ناخذ مثال فرنسا، المتعامل العام اللي هو لوبيراتور هيستوريك بيبليك اون فرانس، هذايا يشتغل مع كل لي زوبيراتور الترناتيف، وكل واحد ما دي يعني حقه. اذا ننظر هذه الخبره، ننظر الخبره مثلا الكنديه، ننظر الخبره الالمانيه. اذا هذا لوبيراتيف دو ترافاي ديفلوبي سي سيرفيس افادر اجوتي مي الا كان اون لو يابليك دي تاريف اللي راهم خيالي ما يقدرش. نعم. ما يقدرش يواصل، ما يقدرش يطبق استراتيجيه القطاع، ما يقدرش. يعني ممكن تكلم لي بلغه الارقام شحال هذا الاسعار؟ شوف والله انا خديت للاسف هذا المثال اللي راه هو مثال. خدينا مثلا في تونس بلد جوجاور يستعمل الانترنت ذات السرعه العاليه. نعم. نفسه يعني نفس الكابل اللي جاي من البحر، من مارسيليا الفيبر اوبتيك. نعم. خدينا 100 ميج، يعني قليله جدا، يعني 100 ميجا بيت افيك فيبر اوبتيك اكسيتيرا، خديناها بحوالي 1500 دينار يعني تاعهم، يعني حوالي 700 اورو. نعم. 700 اورو تقريبا شهريا.
خدينا نفس القيمه يعني 100 ميجا بيت اون فيبر اوبتيك في فرنسا في المتعامل خدينا حوالي 560 600 اورو قياسي في الشهر. طلبنا 100 ميجا في اتصالات الجزائر حوالي 16000 يعني ضعف يعني الضغوطات اللي موجوده على اتصالات الجزائر خلتها انها يعني لي بري اللي راهي تلابي فيهم كو سوا لو بري بوبليك مثلا تعطيه واحد ماج على 1500 دينار جزائري، اما بالنسبه للمتعامل تعطيه واحد ماج مش نفس السعر. هذا هو المشكل اللي ما فيش كيف توازن. اذا الحل هو انه كيف اتصالات الجزائر مع المتعاملين تحط اون كونفونسيون دانتركو تكون لا كونفونسيون هذه تبقى على مثلا على ان بيزنس بلان على ان كاي دي شارج على دي زونغاجمون. هذه في حلول كبيره اللي تخلي المتعامل لي زوبيراتور يشتغلوا يخدموا ويطوروا اللي هو مهم جدا المحتوى وكل شيء هذا، واتصالات الجزائر تقوم بالمهمه تاعها اللي هي الانفراستركتور. هنا فيه عدم تفاهم، لازم هذا عدم التفاهم يتنحى. يعني قانون يعني فتح الاستثمار للخواص يعني ما كاش تطبيق على ارض الواقع؟ شوف القانون موجود لكن تطبيق يعني التطبيق مالوريزمون مازال انا نشوف احتكار، بما انه المؤسسه العموميه هي اللي راهي تحتكر كل شيء. يعني وراه الانفتاح هنا للاستثمار؟ شوف الانفتاح الاستثمار إليه مي واش هو هنايا دون ان كا كوم لو نوتر سي ان كا اسي سبيسيفيك لو كا هذايا لو كا سي ان كا ان بيتي بو تكنيك اي او ميم طون سي ان كا وين il faut de la comptabilité analytique d'exploitation. Donc il faut déterminer les coûts. Et à partir de là, يا اخي انت تربح وهو يربح. بصح نابليك دي تاريف ونابليك دي تاريف اللي راهم امبوسيبل انك تشتغل فيهم راح تغلق. وهذا سكي سي باسي. دونك نرجع لنقطه مهمه جدا. اليوم اللي نتكلم اللي هي تكلمنا عنها وكانها لا ماشين دون لو طون حبست بين 2009 ليبرجمون دي سيت ويب. مشكل كبير هنا في الجزائر. كل الشركات حتى من الصحف حتى كل شركه راهي ايبرجي على الايترونجي. السؤال لماذا؟ وعلاش لماذا؟ انت تجاوبنا. لا الحل التقني كاين موجود. نعم يعني ديفلوبي لي داتا سنتر. هذا الشيء في الجزائر ديفلوبي لي داتا سنتر يعني حلول موجوده، حلول تقنيه وفي متناول الجميع وسهله. لانه بلد كما بلد المجاور كما تونس عنده دي داتا سنتر. علاش ما عندناش دي داتا سنتر؟ نعمل ان كاي دي شارج، نعمل ندرسها ونخلي الناس تستثمر. الناس تستثمر في الصحراء، في ورقلة، في إليزي، في غردايا، في بشار، في اي نحط هذه الارضيات. كاين في طاقه شمسيه، كاين في كل شيء، ونخلي الحل جزائري، ونخلي منتوج التكنولوجي يبقى جزائري. نعم كذلك نتكلم على نقطة مهمة يعني لحل هذه المشاكل ولتنظيم يعني هذا القطاع، قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. شفنا أن الوزارة نشأت هيئة اللي هي سلطة الضبط البريد والاتصال لاير بي تي. أسكو هذه الهيئة راهي تقوم بواجبها؟ أسكو راهي تنظم هذا القطاع؟ ولا رانا نشوفوا فيها تتحرك يعني فيما يخص الهاتف النقال، لكن فيما يخص يعني خدمات الانترنت هو سلطة الضبط وراه الإشكال. قامت بمهام كبيرة جدا ويعني نجحت فيها هي لا ريغولاسيون دو تليفون دو لا تليفوني موبيل. دونك كانت الأولوية من الأولويات، ولكن بعد ما نسات جانب الانترنت ونسات جانب لي زوبيراتور اي اس بي. انا نطلب منهم انهم يحاولوا انه يرجعوا ويطبقوا القوانين الموجودة فقط في قانون. طبقوا القانون لان هذا الجانب، لانه انا جو فو ديفلوبي ان سونتر دابيل، جو فو ديفلوبي ان اي اس بي، جو فو ديفلوبي دو كونتوني. لازم تطبقوا القوانين فقط. كله راه مدروس، ولكن فيه بعد من يعني قال اون ايتي ان تي بو ديريس سي تادير قال سي دي اس بي معليش. نعم لا بريوريتي سي لي زوبيراتور كي داكور. On a maintenant la 3G, on a la 4G, on avance bien. Et maintenant, il faut qu'on développe ce contenu-là. Le muscle, on ركز عليه مرة أخرى. هو تطوير المحتوى، التصنيع.
لماذا ما يكونش عندنا فيه مصانع للخدمه؟ Aujourd'hui, on parle des solutions embarquées, on parle des. C'est une solution embarquée. C'est un mariage entre le hard et le soft. باش نعطي منتوج سيرفيس خدمات. Donc, هذه الحلول هذه j'en suis sûr que la compétence algérienne, que ce soit في الشرق في الغرب في الصحراء, كل واحد عنده افكار. باش يضع الافكار هذه لازم يكون الانفيرونمون يكون بالفعل يكون يحفز هذا هذا الشيء. الآن آخر سؤال بما أن الوقت يعني يداهمنا، نترك لك الكلمة رسالة إلى أي شيء تودي، كلمة أخيرة. والله شوف أنا ننظر خير إن شاء الله للمستقبل، ولكن لازم نكون ميدانيين. Il faut qu'on passe à l'acte. Et je pense avec l'arrivée de Madame la Ministre et avec le management actuel d'Algérie Télécom avec les ISP, qu'il faut qu'on fasse du bon travail, il faut qu'on avance sur le plan technologique. أنا اللي يهمني aujourd'hui, أنا كمستثمر وك يعني on va dire كخبير في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، أنا ننظر لمرتبة الجزائر. شيء يوسف، الفوك نرجع الجزائر لمكانتها طبيعية إن شاء الله، وهو ما نتمناه. الرئيس المدير العام لشركة التعليم عن بعد إيباد السيد حرز الأنوار، شكرا جزيلا على